سبع طالبات هن من فئة الأوائل حسب الترتيب الآتي: أسيل المحمد، تفضلي أسيل تايل. تحتفل مدرسة مقاصد في هذا اليوم الحفل السادس من تاريخ إنشائها للطلاب المتفوقين والناجحين في الفصل الدراسي الثاني. مدرسة مقاصد النموذجية عدد طلابها تقريبا 592 طالب وطالبة. هناك مدرستان، مدرسة للذكور ومدرسة للإناث، وكذلك تشتمل مدرسة مقاصد على روضة اسمها روضة التمكين، فيها أربع شعب تقريبا حوالي 62 طالب موجودين فيها حاليا. نحن عادتنا كل فصل دراسي، نهاية فصل دراسي، ننشئ حفل تكريم للأوائل الموجودين في المدرسة والمتفوقين فيها، وندعو في ذلك الأهالي وكافة الفعاليات الموجودة في المنطقة في مدينة جرابلس وريفها. في الحقيقة هناك ثناء كبير من الأهالي وشكر كبير جدا إلى البرنامج العلمي الأكاديمي العلمي والإشرافي والتربوي في مدرسة مقاصد من قبل الأهالي. كذلك تمتاز مدرسة مقاصد بميزة النقل، حيث عندنا قريبا من 38 نقلة في اليوم الواحد تتوزع على جرابلس ومحيطها، تنقل الطلاب من المدرسة إلى البيت والعكس أيضا. هذه من الأشياء التي تمتاز فيها مدرسة مقاصد، وكذلك الفريق الإداري المدرب وكذلك الفريق التعليمي المتمكن. في الحقيقة هناك بعد الاستبانة الأخيرة التي أجريناها مع الأهالي، وجدنا هناك ثناء كبير جدا من الأهالي الذين كسبت مقاصد ثقتهم فأرسلوا طلابهم إلى مدرسة مقاصد. ففي الحقيقة في الاستبانة الأخيرة ما وجدنا إلا بعض الملاحظات باتجاه مدرسة مقاصد، وكانت أغلبها خارجة عن الإدارة الإرادة الإدارية لمدرسة مقاصد. نشكر الفريق التعليمي، نشكر الفرق الإعلامية اللي شاركت في معنا هذا اليوم، نشكر الأهالي على قدومهم ومشاركتهم معنا في هذا الحفل الطيب المبارك، وكل الشكر لمن شاركنا في هذا الحفل وفرحة الأطفال. والمرحلة تمام، الآن نحن شفناكم، كل طالب يستريح في مكانه. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. المدرسة مدرسة مقاصد على هذا التعليم، على هذا الجهود المبذولة لأجل الارتقاء بالتعليم لمستوى عالي، جزا الله المدير والمدرسين والمعلمات، جزاهم الله كل خير. شكرا لكل معلم رباني وأضع لي بين الدروب مشاعرا شحنت شموخ العلم في وجداني، لولاه بعض الله يشتم كفلا. جيت أن تهيأ سليما لنا وحقوق ربه وعبد تصير والمعلمة فضيلة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لك يا مدرسة العزيزة، شكرا لك على هذا الحفل الجميل. الثانية كنتم مكانكم بنات طلاب أخوة، أيوة يا بنات يا بنات.